بنكمل حلقتنا مع حضراتكم دلوقتي بقى من الملعب. معانا برضو اتنين من المديرين الفنيين الاكفاء، اتنين من المدربين المميزين اللي عاملين شغل كبير سواء مع 2014 او 2012. المدير الفني لفريق 2014 كابتن علي الطويل، منورنا على قناه الاهلي يا كابتن. نورك يا كابتن، منورتنا دايما في النادي الاهلي وفي مدينه نصر، ودايما متابعينا على طول اول باول الحمد لله. ايضا الكابتن محمد صلاح مدير الفني لفريق 2012 برضه اللي عامل شغل اكثر من رائع. الحمد لله يا كابتن، منورنا ومنورين بيتك طبعا، ومتشرف بيكم في قناه النادي الاهلي. فريق 2014 تم تكوينه هنقول السنه ده يا كابتن علي، لكن ما شاء الله في تطور كبير للاعبين وعامل شغل انت والجهاز الفني اللي معاك كله، يعني شغل رائع مع فريق 2014. الحمد لله يا كابتن، الفرقه كانت متحضره السنه اللي فاتت وكانوا موجودين منهم عناصر كويسه، بس جالنا السنه دي مجموعه كبيره جدا في الاختبارات، كانت لعيبه كويسه جدا، ودي برده نقطه بناكد عليها جدا للساده المشاهدين والناس اللي بتهتم بقصه الاختبارات، ان احنا ما بناخدش لعيبه، لا احنا واخدين 14 لاعب دخل السنه دي في القايمه من الاختبارات، من الاختبارات، ولاعيبه كلها محترمه ولاعيبه كويسه جدا، وعملوا لنا اضافه ان شاء الله يكونوا اضافه للنادي الاهلي. اكتر حاجه حريص عليها في التدريبات في سن 2014 ايه؟ هي كل مرحله لها خصائص معينه احنا بنشتغل فيها، بس احنا دايما بنشتغل على التاسيس وهي مرحله تعليميه، فالمهارات والسكيلز والحاجات اللي احنا بنشتغلها مع الولاد وبناكد عليها لحد نهايه الموسم ان شاء الله. برضو فريق 2012 يعني ما اقدرش نقول ان فريق تم تكوينه، لا ده تم تكوينه من 3 سنين، لكن كابتن محمد صلاح عامل برضو شغل رائع معاه في بطوله البراعم منطقه القاهره. طبعا في نقطه هاخدها من حضرتك اللي هي بتاعه الفرقه بقى لها 3 سنين فعلا متكونه. احنا طبعا لازم نشكر الاول اللي هو الكابتن حسين شكري اختار، وبعد كده الكابتن ممدوح طور، واحنا جايين نكمل شغل الكباتن اللي كانوا سبقونا. الحمد لله ماشيين بشكل كويس، احنا عملنا حاله في الفرقه ان احنا حاولنا نعمل في كل مركز في تنافس عشان نقدر الولاد كلها تبدا، كل واحد فيهم يبدا يدوس على نفسه ويبدا في الاخر يبقى الناس كلها ماشيه بمستوى كويس. يعني بطوله البرامج يا كابتن علي، يعني برضو اكتر حاجه او اكتر صعوبات ممكن بتواجهكم في بطوله البرامج ايه؟ ما فيهاش صعوبات ولا حاجه، هي الفكره كلها بالنسبه لنا احنا بندور ان احنا نخلي المجموعه بتاعتنا مجموعه قويه مش مجموعه ضعيفه عشان خاطر الولاد تستفيد. بيجي لنا فرق مستوياتها متدني شويه فممكن نكسب سكور، فالولاد ممكن ما تستفادش احسن حاجه، بس احنا بنتمنى ان يكون الفرق كلها السوبر اللي موجوده كلها تبقى بمجموعه واحده عشان المجموعه تبقى قويه والولاد كلها تستفيد، ما لهاش دعوه بالمكسب وخساره خالص، يعني لها دعوه بالاداء بس. انت حريص على اداء اللاعبين وشكل اللاعبين؟ طبعا طبعا، المكسب ده اخر حاجه، وحتى المنطقه عامله النتائج كلها صفر بين كل الفرق على اساس ان هي تبقى ما فيش حد بيدور على التنافس على قد ما بيدوروا على مشاركه الولاد، والولاد كلها تشارك والولاد كلها تأدي اداء كويس. يعني كابتن محمد صلاح، يعني ممكن مباراة تبقى كسبان بنتيجة كبيرة وتزعل من لعيبتك؟ زي ما الكابتن علي أكد على حتة الأداء مهم جدا والتطور بتاع اللعيبة مهم، فاحنا بنبقى حريصين وعندنا تعليمات من الكابتن بدر والكابتن شاوي والكابتن وليد سليمان إن الولاد طول ما هم بيتمرنوا بشكل كويس فهيأدوا في الملعب بشكل كويس، فوارد إن احنا ممكن نكون زعلانين من الأداء، وده اللي احنا بنتك عليه أكتر حاجة مركزين عليها إن شاء الله. يعني كابتن بدر رجب ليه دور مهم معاكم كبير جدا وكلنا بنستفيد منه هنا، واضافه كبيره جدا للنادي الاهلي، وكلنا كنا منتظرين وجوده ووصوله للنادي، الولاد كلها بتستفاد منه، المدربين كلها بتستفاد منه، حتى اولياء الامور بيستفاد منه، فان شاء الله المزيد من النجاح باذن الله ان شاء الله. نفس السؤال كابتن بدر رجب، يعني انا شايف العلاقه علاقه مميزه بين الكابتن بدر الكابتن تامر حفني كل المدربين، وده بيبقى اساس نجاح اي مكان. ده اكيد طبعا، الكابتن بدر لازم احنا كمدربين نستفاد من خبرته، ولازم اللي مش هيتعلم من الكابتن بدر بالقيمه والتاريخ ده كله اكيد هيفوته كتير جدا، فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نستشيره، وهو بصراحه بمنتهى الامانه فاتح الباب لكل المدربين، اي حد عنده استشاره عنده حاجه بيحضر لتمرين وحته معينه واقفه عنده، فبنرجع للخبره، فهو اكيد بيدينا تمرينات وبيعلمنا واحنا حتى لو بينزل يساعدنا في الملعب او هو بينزل يقول لك يجي يكلمنا يقول لنا انا بساعد معاكم، انا مش نازل اعمل تمرين انا بساعد معاكم، فهو لازم نكتسب منه خبره، وللاسف هو يعني المدرب اللي مش هيستفاد من الكابتن بدر هو اللي خسران. وانا بشكركم شكرا جزيلا، بتمنى لكم التوفيق، وما شاء الله واحنا بنتفرج على التدريبات مستمتعين باولادكم 2014 و2012. الله يخليك يا كابتن.
شكرا نورتنا. شكرا حبيبي يا كابتن، نورتنا. شكرا كابتن. شكرا.